بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الجزائر في الاول الزولي الدارين الدارين كاع عايشين في مرت ذا الغربة. بونجور سالو تو ليزالجيريان جيريان كي فيفون لانجيريا يا ليتغونجي، لا شرقية لا غربية، ثقافة جزائرية. يا خوتي اليوم الحدث في الجزائر هو ان على بالكم هو ويعني نقولوها بصراحة هي تلعبات سياسية راهم يديروها إلى آخره. كما قلنا عندها شحال، قلنا بلي أي مسؤول في الجزائر، أي مسؤول كومون واحد مينيستر يخرج ويجي ما يحطش البيلون تاعو شحال دار واش خدم، وهذاك جديد كيف يشد لو مينيستير سون لو بيلون اونسيان، يعني يشوف لو بيلون، يعني واش راهو صاري بين تبون حداد والاخر. هذه كاع تاع لعوبات سياسيه باش يلهوا الشعب، وهما الناس يتشرفوا في الخارج ما يهربوا الاموال الى اخره. هذه باينه وهذه تاع لعوبات سياسيه هذوما، يعني كما قلت باش يلهوا الشعب، والشعب لان يورا اون اكسبلوزيون في الجزائر سوسيال رانا نشوفوها بدات دوق بي، يعني في بجال لو سينديكا تاع السايباب تاع يعني كيما يقولوا سي فيتال ما خلاوش انفيستي. وقلنا حنا مقبل يعني من ايلا لك هذا، كيما نقولوا توجور ونزيد عاوده، ما ندفع على اي انسان ملياردير في الجزائر، ما كاش لي ملياردير في الجزائر، اللي كانوا كاع دي ملياردير كان الا واحد، ونزيد نعاودها يا خوتي، قراو قراو قراو، كان الا واحد في الجزائر كان ملياردير في عهد الاستعمار، وهو تنزاني من منطقه سيدي عيش من ولايه بجايه، يعني اللي كان ومات في سويسرا في جنيف، يعني كاين فاميلتو الى يومنا هذا، كاين هذه الفاميليا في المنطقه هذيك وكاين في سويسرا. يعني كما قلنا جاوا بري المستغلين باسم الثورة على الجزائر، كيما جلالي مهري، كيما هذا تحقوت، قال مع الحكم كاع كيما راهم. وكان واحد منهم قانيت هو مسعود زقار الله يرحمه، اللي يعني كيما يقولوا حقيقة غاروا منه، هو العربي بالخير إلى آخره، اللي هردوا الجزائر هما اللي قتلوه إلى آخره. هذه ونجي نعاودوها. يعني اليوم يعني اي مجتمع في العالم، اي مجتمع، هذه سي لا سيونس بوليتيك كيما يقولوا، لا فيلوزوفي بوليتيك، يقولوا بلي لا كوميونيتي فوندامونتال. واش معناتها لا كوميونيتي فوندامونتال؟ سي لا فامي. اسكو حنا في الجزائر الاسر في الجزائر يعني يربي ولادهم حقيقه؟ رانا نشوفوا ما كاش، لان قبل ما نبدا نخرج نشوف اولا في العائله، في العائلة لو كان إنسان مربي حقيقة ما يسرقش. هما حنا في الجزائر أي إنسان يعني الأم ولا الأب ليسونسيال وليدو يجيب له دراهم، هذا ما قال ما يسقشيش من جبت الدراهم إلى آخره. ومن بعد هذاك الإنسان يولي يقرأ إلى آخره، يولي مسؤول ويتبع في هذيك السيرة. يعني هذه معروفة بلا ما نقوله، لأن هذه البلدان المتقدمة داروا مشروع مجتمع، هذه من بينهم لكومينوتي فوندامونتال وهي العائلة، العائلة لا فامي. حنا ما عندناش يا خوتي. و كما قلنا احد العلماء في هذاك الوقت 1772 هو جون جاك روسو، وجون جاك روسو بعض الناس يقول لك فرنسي الى اخره، لكن هو حقيقه سويسري، لان زيد في جنيف، وجنيف كانت في هذاك الوقت سو دوميناسيون فرونساز، ومن بعد الشعب فوطا ولا لا كونفيدراسيون سويس. هذه باش التاريخ نوضحوا التاريخ كيف كان. يعني واش دار هو؟ لو كونترا سوسيال، لو كونترا سوسيال يعني معناتها او le principe du droit politique. يعني شوفوا الناس كيف كانت تخمم، و1700 شوفوا دوق البلدان هذوما كيف داروا حقيقة، داروا مشروع مجتمع بس بالعلماء، ليس باليمينيس ولا الشخصيات ولا بالنخبة، لا بالعلماء. إيش بريسيز؟ لأن حنايا في الجزائر الشعب تاعنا اللي يجي يعني يمنوه كيما تبون هدايا، قبل ما نشارع الاخرين لازم هو يشوف روحه بالذات. كان في لافير خليفه، كان اكس والي تاع اضرار الى اخره، يعني قبل ما نديروا هادوم. يعني
كيف واحد يجي يشارع الاخرين يعني ما كان والو، هي هضره بريا لو كان حق حقيقه هذا الانسان هذا تبون ولا هذا كسلال ولا يشارع هادو كاع باثباتات. الناس عندهم اثباتات، اثباتات شراو في فرنسا بوشوارب ولد قدور هذا لا ويدير عليه انا رشيد نكاز الى هذه حقيقه باثباتات، ليس هضره بالفراغ، هذه اثباتات. كومون بريمي مينيستر مازال خلى واحد يقول لك، بعض الناس يقول لك ما كاش اثباتات، لكن بوثائق خرجوا دوك خرجوا وثائق باللي كان مشارع في المجلس يعني في التريبيونال ميليتير ومازال مينيس در ماشي مينيس سي بلو بير كو مينيس، هذايا ديريكتور جينيرال تاع الشركه اللي دخل ملايين الجزائر مليارات الجزائر ومازالوا يعني وراه تبون هذا بوركو ينا با انترفيني باسكو كاين اشخاص هما اللي حطوهم. وهذا لافير تاع حداد الاخر كيما حداد هذا يتشارع ويرجع الدراهم تاع الشعب، لان بكري كان عنده غير برويطه كي هو سيدي سعيد هذا يهضرنا عليه هضرنا عليه، كان ماشي غير هو وليد خوه كان ينفيستي فيه في الفورميل 1 هذه على بالنا كاع بها ومازالوا في الحكم مازالوا في الحكم. وبعض الناس يقول لك يعني هم يضربوا في صومي، ما مش يضربوا يا خاوتي، لا ما لازمش نغلطوا، يا الشعب اللي هو يضرب بيناتهم، الشعب اللي عنده الجهوية، الشعب اللي يبيع خوه، هادي عندنا هادي، لكن هما في السلطة الفوق ما كان والو، هما يحميو بيناتهم، هم يتحاماو، كل واحد شوفوا لافير تاع خلد النزارة، نهار راح لسويسرا شكون راح لتما؟ راحوا كاع الناس هادوك، يعني هما ما عندهمش هادي الجهة وقبايلي شاوي إلى آخره، نولي توجو الهادية ولا وتلمساني وهراني، ولا. ما عندهمش هادي، اللي عنده الشعب. يعني غرسونا هدية سي بور سا. قلت يا خوتي هذه تلاعبات سياسية، إلا تلاعبات سياسية تلاعبات سياسية باش يغطيو يرقدوا الشعب زعما ويخدم كيما قلتكم افون يشدها لازم يحكم البينو تاع لونسيان اللي كان ما كان والو، كيف نشد حاجة البلاد تهلكت ونجي نروح نشدها يعني تولي تهلك، يعني سوسون إلا مصالح شخصية كما قلت يعني نولي لهذه النخبة هذه كما قلت النخبة وحب الشخصية وحب أشخاص، يعني إنسان في الجزائر حزب يشد هو هذاك عمارة بن يونس نهار دار خلق البارتي وما زالوا هو في البارتي، يعني يقول لك التغيير شباب أي يعني غلط خرطي كيما يقولوا باللهجه خرطي يكذبوا علينا، ما كاش تغيير في الجزائر ما يكونش تغيير، هادي سي اون فيزيون بوليتيك لونتان، ما يكونش تغيير الا الشعب لان الشعب ما اورقت، ما لاش نقولوا ينوض ولا لا ما لاش نهضروا هيدا، لان شفنا كان دي سين كيما يقولوا الشعب ما يحبش يغير روحه بالذات اولا، ثانيين اي معارض نقولوا ماشي معارض نقولوا واحد يهدر حقيقه الوضعيه في الجزائر يتهموه، حتى الشعب يعني رانا نشوفوا دي كومونتير على اشخاص فريمون نو نيفو تاعهم اللي طريبة، يعني يجي باش ينقد الشخص هذاك يجيب لي فيديو يهدر كذا، لا راك تقول الانسان هذا ويقول لي ايادي خارجيه، جبنا دي بروب لايادي خارجيه، وحنا في الجزائر هما بالذات لي مينيست هما الايادي الخارجيه في الجزائر، كي يكون عندك مينيست دوب ناسيوناتي هو ايادي خارجيه، كيف تطبق الارتيكل تاع الدستور الجديد اللي راح يديروه 51 على بعض الناس والبعض الاخر لا، يعني هنايا تولي لافير تاع لو راسيزم، يعني تفرقة الشعب بين الشعب اللي عايش في الغربة والشعب اللي عايش في الجزائر، هذه أولا. ثانيا الثورة الجزائرية من جد الدعم جاء من الخارج، شكون الخارج هدايا؟ كانت الجالية الجزائرية في الخارج كانت الدعم الثورة الجزائرية، لكن اليوم راه نشوفوا الكونترير، الناس يديروا جمعيات
Je précise, جمعيات ثقافية يقولوا ثقافية إلا لمواصلة وشنو لأغراض شخصية ليس لأغراض الجالية الجزائرية إلا لأغراض شخصية باش يروح بريمير كلاس والباسبور يجيبو بالخاف والعائلة تاعو أنا شفناهم هذه حقيقة. وثانيا الجالية الجزائرية في الخارج سواء لأن شفنا الجالية الجزائرية في الخارج كاين دو بيي اللي عندهم الجالية يعني لوغمونتاسيون دو ليميغراسيون في دو بيي هي فرنسا وهي انجلترا. اللي يومنا هذا ما شفناش جمعية جزائرية تدافع على الشعب الجزائري ما كاش، لكن كاين دي انيسياتيف بيرسونيل كاين اشخاص يعني اليوم. ومن بعد يقول لك التغيير ما كاش تغيير في الجزائر، ما يكونش تغيير في الجزائر، ما يكونش تغيير. وكما قلت لكم يا خوتي بور كونستروير ان ايطا لو رول دو ليطا، واش معناتها لو رول دو ليطا؟ هذه موجوده في الفلسفه. لو رول دو ليطا سي لا كونسيرفاسيون لا ليبرتي لا بروبريتي لو بونور، هادو هما لي كات بيلي تاع ليطا. وحنا اشكل الجزائر عندنا هادشي ما كاش ليبرتي صح، راه عم يهضروا الناس عم يهضروا، لكن حنا المثل في الجزائر اهضر حتى يعني في البلدان الاخرى تهضر تموت، حنا اهضر حتى تموت اسيدي اهضر نيمبورت كوا رانا شفناه. لكن المشروع الحقيقي ما كاش، وكما قلت لكم نزيد نعاودها كاين الا يعني معارضه موجوده في الجزائر وموجود واحد في الجزائر كان وحده في الخارج. هو يعني حقيقه هو الشاب الجزائري كريم طابو اللي عنده فريمون دخلت وشت لا شارت تاع الحزب تاعو وكاين حركه لاشاد، هادو الزوج حقيقه ما نقولوش فلان ولا فلتان، رانا نجبدو في الحقيقه. يعني اللي حب يدعم اللي يقول على حركه راشد ايادي اجنبيه روح شوف لاشار تاعو قبل ما تهدر عليها. اولا لان الايادي خارجيه، نيمبورت كي يقول لك ايادي خارجيه اللي يهدر في اليوتيوب يقول لك ايادي خارجيه. وثانيا شوف يعني الناس اللي يقولوا اللي حبي يدير معارضه في الجزائر، اه هو كريم طابو معارض حقيقي وما مدولوش لاغريمو وما يمدولوش لاغريمو، لان حقيقه شاب ويخرج ماشي في لي صال. هو شفناه دانيالمو، شفناه راح لولايه بجال لونيفرسيتي ماشي في لاصال، شعب مع شعب. يعني هادو هما الحراك السياسي الحقيقي، ليس حراك سياسي في لي صال ولا اللي يهدر في المغربيه يقول لك حراك سياسي بوليتيسيان بول ان بوليتيسيان سيلوي كي ا اون فيزيون لوانتان. والسياسه بلا مشروع مجتمع ليست سياسه. ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم الى بروشين ان شاء الله.